عايز ارجع لرجال الاعمال، ايه علاقتك باحمد ابو هشيمة؟ كل ما اشوف لك بوست الاقي احمد ابو هشيمة عامل لك لايك، ايه احمد الموضوع؟ كل بوست المحمود المملوك احمد ابو هشيمة عامل لايك على الانستجرام. احمد اعرفه من يمكن 2010. انا كنت بشتغل في اليوم السابع، وهو طبعا يعني رجل الاعمال الشهير وصديق العزيز. بعد كده ساءت الظروف والاخبار ان هو بقى احد ملاك الجورنال اللي كنت بشتغل فيه، وعلاقتنا كويسه، وهو يعني شخص ديسنت ولطيف وقمه في التواضع، وما بيبخلش باي نصيحه واي تقدير، وراجل يعني طول الوقت كده حريص انه ينصحك ويتكلم ده معاك. داعم اساسي ليك، لايك 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 كل يوم، لدرجه ناس بشكره جدا. حسدتك وكتبت على الفيسبوك عندك كل الناس استطيع ان ارضيهم الا حاسد النعمه فانه لا يرضيه الا زوالها، معاويه ابن ابي سفيان. مين اللي بيحسدك يا مملوك؟ يعني كل شويه يحصل لك حاجات، انا عارفه. حاجات كتير يعني، بس الحمد لله مين اللي يعني. بيحسدك؟ مش عارف والله، نفسي اعرف. حسدوني وباين في عينيهم. بوست تاني بقى توقفت عنده جدا جدا، كتبت فيه ايه؟ اول درس في كتاب المواقف لما تاخد موقف تبقى عارف ثمنه كويس وتدفعه وانت راضي وساكت، ما ترجعش تعيط او تقول ده حصل لي كذا وكذا وتأذيت بسببه، هي دي قواعد المواقف يا معلم من قديم الازل، بس ما حدش بيركز، كله بيجري على اللقطه وبينسوا يذاكروا تبعاتها. مين اللي ما لا، ده انا بيذاكرش تبعات كنت اللقطه بقول بمناسبه موقف، يعني انه الناس بتاخد موقف ومش مدركه تبعاته. بمعنى مين مثلا اللي خد موقف ومش مدرك تبعاته وانت كتبت عنه؟ لا كتير، مش زي عايز اقول اسماء يعني، مفيش بس حد ينفع تقول؟ شخصيات عامه يعني. شفنا الازمه الشهيره بتاعت القصه الفلسطينيه بتاعت دعم غزه، وناس مش عايزه تروح تمثل وناس بتمثل. مش اي مشكله تاخد موقف انت عايزه، بس وانت بتاخد موقف عارف انه ده هيحصل كذا كذا. ما ينفعش اخد موقف مثلا واقول انا مش هروح امثل وصعبان عليا فلسطين وحاجه عظيمه جدا، ارجع اصل هم مش مشغليني، اصل هم وقفوا عليا، اصل انا ما روحتش، اصلي يعني حصل كذا. لا، بيومي فؤاد واحمد ومحمد سلام. مش عايز اقول اسماء في اختلاف الوقت، بس كل واحد خد موقف لازم هو بياخده يفكر انه يدفع ثمن تبعاته كويس جدا ما تشتكيش منه. وما بس ياخدهوش في صمت. انت قلت الجهابذه اللي بتطلب من الناس تاخد مواقف في صمت عشان ما تحرجش زمايلها، انت عبيط يا حبيبي. بالظبط، ما هي المواقف يا ابني ده الغرض منها انها تحرج الباقي وتعلم عليه حصل. وتشاور على انه لا مؤاخذه، فالباقي يخاف ويبطل يعمل زيه، واللي كان متردد يحسم موقفه ويتشجع فيلحق يبقى ينتصر. امال الناس هتعرف الصح من الغلط ازاي يا برنس لو مش بالمواقف؟ هيضربوا الودع مثلا. صح. بمناسبة مثلا كنت بتكلم في النقطة دي، انه الناس مثلا بتاخد موقف وتمشي مثلا من مؤسسة لربما للتضامن مع زمايلها. ما ينفعش بقى ما اقولش ان انا مشيت احتجاجا مفيش موقف على في صمت. لازم اقول احتجاجا على ما يتعرض له اي صحابي في كذا وكذا وكذا. ليه؟ عشان اعرف الناس ان انا اخدت موقف، وعشان اللي مش واخد موقف ياخد يتكسب، زي وعشان الحق يبقى صوته عالي وموقفه واضح، فالناس تخاف من الباطل. اوكي.